بمناسبة مرور 40 يوماً على انتقال المطران كبرائيل دحو النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة إلى الأمجاد السماوية، رفعت كنيسة السريان الأرثوذكس في المملكة الصلاة لراحة نفسه، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه المطران أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية. وقد شارك في القداس الذي أقيم في كاتدرائية مار أفرام للسريان الأرثوذكس في الصوفية بعمان عدد من رؤساء الكنائس في المملكة والإكليروس السرياني الأرثوذكسي وحشد كبير من المؤمنين. يشار أن المطران دحو الذي توفي في 21 من شهر تموز الماضي رسمه البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني مطراناً ونائباً بطريركياً في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة في 10 من نيسان عام 2019.